بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 65. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وبعد. قال الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. في هذه الآيات من سورة آل عمران ذكر الله سبحانه وتعالى ما جرى في وقعة أحد أو في غزوة أحد من العجائب، وذلك أن المشركين بعد غزوة بدر وما أوقع الله بهم من الهزيمة فيها أرادوا أن يثأروا لأنفسهم ولقتلاهم، فتجمعوا في مكة وألبوا من يستطيعون تأليبه من القبائل معهم، فكونوا جيشا بقيادة أبي سفيان، ثم جاءوا لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، فنزلوا قريبا من المدينة وعسكروا في مكان يقال له أو عند جبل يقال له جبل أحد، وهو الجبل المشهور شمال شرق المدينة، فلذلك سميت هذه الغزوة بغزوة أحد. وكانت في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شوال. فلما علم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكثرتهم وقوتهم استشار أصحابه، فبعضهم أشار عليه بأن يبقى في المدينة وأن يقاتل، وإذا دخل المشركون المدينة فإنهم يقاتلونهم في شوارعها، والنساء من فوق السطوح تلقي على المشركين الحجارة. هذا رأي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يميل إلى هذا الرأي، ولكن الفريق الثاني من أصحابه رأوا أن يخرجوا إليهم خارج المدينة، خصوصا الذين لم يحضروا وقعة بدر،
فأرادوا أن يعوضوا عما فاتهم في وقعة بدر من الخروج لغزوة أحد، وذلك من حرصهم على الخير ورغبتهم في الجهاد وصدقهم مع الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عند رغبة هؤلاء، وإن كان يرجح ويميل إلى الرأي الأول، ولكنه نزل عند رغبة هؤلاء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بعد صلاة الجمعة، وعسكروا مقابل المشركين عند أحد، وجعلوا جبل أحد خلف ظهورهم، وجعلوا المشركين أمامهم، فتحصنوا بالجبل من خلف ظهورهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الرماة أن يكونوا على جبل صغير خلف ظهور المسلمين ليحموهم من العدو أن ينقضوا عليهم من خلفهم، حتى يتفرغ المسلمون للقتال أمامهم ويأمنوا من عدوهم أن يأتيهم من الخلف. وهذه خطة حربية محكمة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نظم أصحابه للقتال، وهذا معنى قوله وإذ غدوت من أهلك. غدوت، الأصل في الغدو الخروج صباحا، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج في بعد صلاة الجمعة، يعني في أول المساء، وهذا مما يرجح أن خروجه صلى الله عليه وسلم كان في الصباح كما هو رأي بعض المفسرين كابن جرير، ولكن أكثرهم على أنه بعد صلاة الجمعة. وإذ غدوت من أهلك، يعني من بيتك، لأن وقعة أحد كانت قريبة من المدينة، لم تحتج إلى سفر. تبوئ المؤمنين، أي تنزل المؤمنين منازل للقتال، كل تجعل له مكانا خاصا يتركز فيه، لأن هذا من سياسة الحرب، وأن أمير الجيش ينظم الغزاة في مقابلة عدوهم. تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم ومقاصدكم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بألف من أصحابه بما فيهم المنافقون، فلما خرجوا انخنس عبد الله بن أبي رأس المنافقين وتراجع ب300 من أصحابه، فبقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم 700 من المؤمنين الصادقين، ورجع المنافقون مع رئيسهم عبد الله بن أبي. وهناك طائفة من المؤمنين لما رأوا تراجع عبد الله بن أبي وقع في قلوبهم شيء من الخوف، وهموا بالرجوع، ولكن الله ثبتهم وقوى الإيمان في قلوبهم. ولهذا قال إذ همت طائفتان
منكم أن تفشل، منكم يعني من المؤمنين وليسوا من المنافقين، أن تفشل أي أن تجبن عن القتال، والله وليهما، فبولاية الله لهما ومحبته لهما بصدق إيمانهم ثبتهم فلم يرجعوا، بل صمموا على القتال مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي لا على غيره. والتوكل معناه تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم خصال الإيمان، وذلك في الحرب وغيره، أن المسلمين يفوضون أمورهم إلى الله ولا يعتمدون على غيره، وبذلك يمنحهم الله جل وعلا النصر على أعدائهم. هذا والله أعلم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.